انترفيو اكسبريسو. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. كما قلت لكم الآن معنا في المباشرة سيد جلال الطبيب رئيس مدير عام الفيبا، نشكره على مداخلته معنا اليوم الصباح. صباح النور، مرحبا بك سي جلال. مرحبا بك، صباح الخير سي وسيم، وصباح الخير كل مستمعي إذاعة اكسبريس اف ام. سي جلال، إذا الرقم اللي بترجعوا عليه بالأساس زيادة ب 13.5% في الاستثمارات الخارجية نلقاوها العيون تاع عديد حتى الصحف اليوم كما جريدة لابريس، شنو معناها الزيادة هذيا؟ فاش قاعدين نقارنوا معناتها مقارنة بعام قبل، كيفاش في شنو تتمثل الزيادة هذيا؟ فماش قطاعات تبرز أكثر من قطاعات أخرى؟ وهل رجعنا لك المستوى قبل أزمة معناتها أزمة الكوفيد، وعرفنا معناتها ممكن الصعوبات اللي صارت وقتها؟ فوالا هذو هما لسه، خلينا نبداو نحطوا الرقم هذا في إطاره، منين جاء 13.5% كيف تلقاوها؟ شكرا سي وسيم. هو زيادة الحمد لله هامة للسنة الثانية على التوالي. المستوى الزيادة هو 13.5 كما قلت، بلغت الاستثمارات الأجنبية 2522 مليون دينار تونسي، بالطبع فيها زياده ب دونك 13%. تتمثل هذه في استثمارات المحضه اللي بلغت 136 مليون دينار، يعني زياده كبيره برشا. وعندنا كذلك الاستثمارات الاجنبيه المباشره دونك جي بي ال بالمونتون تاعهم تقريبا 2385 مليون دينار. دونك هذه زياده ب 13% بالنسبه للسنه الفاتت 2022، وبزيادة ب 34% بالنسبة للسنة اللي قبلها 2021. دونك دو زاني كونسيكوتيف معناها دو بروغريسيون. الحقيقة نثمنوا هذايا، وهذا يوري اللي تونس رجعت توا على رادار المستثمرين الأجانب، ولات معناها وجهة كما كانت قبل، وبدينا نسترجعوا في النسق. طبعا هذايا النسق أكثر من معناها من النسق نتاع السنوات اللي في 2020 و2021 كما قلت انت بسبب جائحه كوفيد. وبدينا توا نرجعوا لمستوى 2019 واكثر من 2019، بدينا توا نرجعوا للاني معناها دو باز، لاني دو ريفيرونس اللي هي سنه 2010. دونك الزياده هذه اساسا في قطاع مكونات السيارات وشويه مكونات الطائرات. لو برومي سيكتور هو السيكتور الالكتريك والالكترونيك والميكانيك، ثم يليها الباستورجي والتكستيل يابيمو. واضح، هذوما بالنسبه للقطاعات ليزيفور. معناتها اليوم نعرفوا اهميه الاستثمارات، هذوما ماناش نحكيو دي زيكستونسيون ولا فيهم لي زيكستونسيون ولا كيفاه معناتها؟ ولا هي لي جيدو لي ستاتيك سي لونسومبل دي زوبيراسيون دانفستيسمون اللي يكون باتيباسيون تاعهم اترونجير. دونك كو سوا لي نوفو انفستيسور يعني لي نوفيل بيرسون، والا لي زوبيراسيون ديكستونسيون دي زونيتي اللي هما معناها امبلونتي ديجا في تونس. تقريبا 80% من لي زوبيراسيون دي جي دي هما جايين من لي زوبيراسيون ديكستونسيون، عملية التوتر، و 20% من العملية هذيا تتعلق بمستثمرين جدد أول مرة يبعثوا منشآت ولا مؤسسات في البلاد التونسية. واضح. اليوم في كلتا الحالتين راهو سي بوزيتيف. كان يتعلق الامر بمستثمرين جدد، هو هذا يوري اللي تونس ولات ورجعت تستقطب في المستثمرين معناها الجدد اللي ما كانوش يعرفوا البلاد، ولكن حتى المستثمرين اللي هما موجودين يوريو اللي الاقتصاد بدا يتعافى، وكانت عندهم ثقه ورجعت الثقه في تونس، وقاعدين يحققوا في معناها ارباح وي سو ديفلوب اي دونك دون كونفيونس في سيت تونيزي، وقاعدين يعملوا في عمليات استثماريه للتوسع. هذا بالنسبه لل معناتها للرقم نذكر اللي تحكوا بنا الان 13.5% زياده في الاستثمارات الخارجيه. اهم القطاعات المساهمه كما قلت قطاع صناعه السيارات، قطاع السيارات، وال قلت الملابس ايضا هكا ولا نسيج والملابس هو الكتريك الكترونيك وميكانيك. دونك هذو هما القطاعات، وهذه الحاجه الثانيه توا اللي براتيكمون 62% من الاستثمارات هذه في قطاع الصناعه. يعني حتى الفيزيونومي نتاع ليزانفستيسمون في تونس تغيرت، وتغيرت في حاجه معناها تري بوزيتيف. حتى كي نقارنوا بارابور 2010
كان عندنا لا كومبوزونت انرجي اللي هي تعرف كابيتاليستيك برشا، يعني تستدعي استثمارات كبيره برشا في الموطور نتاعها خاطر ليزيكيبمون كبار برشا والكل، ولكن ماهيش قاعده تشغل في اليد العامله ولا في الكوادر التونسيين برشا. توا كي نشوفوا احنا لا كومبوزيسيون نتاع لي فيديو نتاع السنه الفارطه نلقاو تقريبا 62% هي من عمليات الاستثمار الصناعي، وهذاك هو اللي نحبوا عليه، وهو هذاك معناها الثروه نتاعنا نتاع تونس اللي هي معناها دي زانجينيور هي لي كومبيتونس، وربما زاد نعطي فكره خاطر ما تعديتش عليها اللي هي العمليات الاستثماريه وفرت ومكنت من بعث اكثر من 14,700 موطن شغل. في السنه الفارطه كانت تقريبا 13,000 فاصل، دونك حتى المواطن العمل اللي تحقق بفضل النمو نتاع الاستثمارات الاجنبيه كانت زاد معناها قفزه زاد باهيه. واضح به. بالنسبه هذه بالنسبه للقطاعات، بالنسبه لزياده 13.5%، بالنسبه ما زلنا ما رجعناش للمستويات ما قبل الازمه الصحيه هكا ولا دوك نوعا ما نوعا ما. الان كيفاش تشوفوا العمل نتاعكم في الاشهر القادمه؟ كيف تشوفوا التنسيق؟ برش حتى مستمعين متفائلين بهذايا، معناتها لانه اليوم الاستثمار مش كان شان الفيبا، يعني غدوه تنجم استثمار يتعدى به ولا مش به، خاطر فما تصير تعطيلات، تصير مشاكل مع ادارات اخرى وغيره. يعني كيفاش الفيبا اليوم، شو الدور اللي تلعبوا في 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 هذا السياق؟ كيفاش تشوفوا العمل نتاعكم في الاشهر القادمه؟ كيفاش عمل زاد المكاتب نتاعكم في الخارج؟ شنو الاستراتيجيه؟ شنو باش تخدموا منكم في الاشهر القادمه؟ ونعرفوا فما عديد الفرص جديده، قطاعات صاعده، قطاعات واعده، كيفاش قاعدين نتموقع على هذا الكل؟ دكتور شكرا. اول حاجه نحب نقولها اللي عمل الفيبا فيه حاجتين دو كومبوزونت اسونسيال. الاول حاجه البريوريتي في العمل نتاعنا هو معناها ديماشاج ديريكت، سي لو سيبلاج دي زونتربريز اللي ممكن بوتنسيلمون يكونوا انتريسي بتونس. دونك هذا على طريق مكاتب الوكاله في الخارج اون اساي معناها دو لي سيبلي، وطبعا زاد على طريق معناها المكتب في تونس. دونك هذه هي الكومبوزونت لا بلوز امبورتونت، بلوس اللي نسميوه احنا افتر كير، هو لوبيراسيون دو سوتيان او زونتربريز اللي هما موجودين في تونس. كيف ما تعرف زاد وقلت ساعات ثم اشكاليات معناها في الايكو سيستيم، دونك تحاول الفيبا باعتبارها همزه وصل ما بين المستثمر الاجنبي ومعناها المتداخلين الاخرين، نحاولوا باش نلقاو معناها دي سوليسيون ومعناها او ديفيكولتي اوكي معناها فون فاس لي انفستيسور. وكيف ما قلت مره اخرى، اذا 80% من لي زوبيراسيون دانفستيسمون راهو معناها يقوموا بهم المستثمرين اللي موجودين هنا، دونك زاد سي اون كومبوزونت تري امبورتونت اللي لازمنا نخدموا عليها باش نذلوا الصعوبات هذيا ونخليو الانفستيسور يسو بلوك يسو كونسونتر على الخدمه نتاعو يسو ديفلوب، وإذا عنده إشكاليات نحاولوا احنا معناها نسعى باش نحلوها ونحل القوس ريالمون. يلزم ليكوسيستيم الكل يفهم اللي لوسكي ساجي دان انفستيسور اترونجي سي اون اورجونس. راهو الانفستيسور صحيح الانفستيسور لوكال زاد كيف كيف عنده بالطبع الأهمية نتاعو والكل، ولكن الانفستيسور اترونجي إذا ما يلقاش التجاوب اللازم، إذا يستناك شوية معناها يطول باله باش يلقى معناها الرد من الاداره، اذا تعطل عليه راهو اوتوماتيكمون يفا فوار ايور، معناها الدول الاخرى كلها تحاول معناها باش تستقطب المستثمرين. هذاك علاش احنا اون اساي دات معناها لو بلو معناها نحاولوا باش نجاوبوا على طلباته طبعا في اطار التشريع الجاري به العمل. طبعا ما نقولش هذا مش نقول راهو ليكوسيستيم الغلطه ليكوسيستيم، لا صحيح الفيبا هي عندها الدور الهام وقاعدين نقوموا بدورنا في زاد نعطيو في الصوره لتونس، خاطر ثم ديفيسيت ايماج على تونس، برشا عباد ما تعرفش، برشا مستثمرين اجانب ما يعرفوش شنو صاير في تونس. قصص نجاح كبيره برشا تعرفها انت سي وسيم، يعرفوها برشا معناها مستمعين، نحاولوا باش نوريوها، نوريو شو الشركات التونسيه ولا الشركات الاجنبيه شنو قاعده تعمل في تونس،
باش على الاقل اون في اون انتريس لي زوتر انفستيسور في لي سيكتور ايدونتيك هذوكم. كيف كيف عندنا بلوزيور ايفينمون اللي قاعدين نخدموا عليهم، عندنا معناها دي ايفينمون بيانتو ان شاء الله الايرو سبيس ميتينغ تونيزيا اللي باش يكون في دورته الرابعه، صار هذا قبل في تونس ثلاث مرات وحقق نجاح، باش نعاودوا توا تونس عاودت رجعت في الرادار نتاع لي زانفستيسور في السيكتور دي كومبوزون ايرونوتيك. عندنا معناها اون كومبيتيتيفيتي كبيره برشا في السيكتور هذايا، نحاولوا باش نزيدوا ظهروها اكثر واكثر ونزيدوا نشوفوا شركات اخرى ونستقطبوها. كيف كيف عندنا في لي كومبوزون معناها اوتوموبيل قاعدين نخدموا اون باتيكولي في المكاتب نتاعنا في المانيا وفي فرنسا، بلدان اللي فيها السيكتور هذايا متقدم برشا. كيف كيف عندنا ان شاء الله لو فوروم تونيزيا انفستمنت فوروم منتدى تونس للاستثمار ان شاء الله اللي باش يكون يوم 27 و28 جوان القادم. دونك عندنا الحقيقه عديد التظاهرات اللي قاعدين نخدموا عليها او ميم طون كل شيء بلاش ديريكت ديزانفستيسور. واضح سي جلال طبيب نذكر مدير عام الفيبا، نشكوك على تفاعلك معنا 13.5% اذا زياده في الاستثمارات، فصلنا الرقم هذايا قبيليك شويه لو ديكريبتاج معك، دونك 13.5% هي نسبه الزياده في الاستثمارات الخارجيه لاوس. شكرا لك، تحيه لك وكل زملائك في الفيبا. فاصل موعد اخبار 8:30 راجعين في برنامجكم اكسبريسو.